تاريخ اليوم مميز جدا لمحاربة نفس أمارة بالسوء. طبعا الأيام عم تمشي 8 9 9 10 9 11 9 2020 2030 2060 2160 5500 50000 500000 هنوصل لخمسة مليون. الدنيا هاي هتمشي واحنا مفكرين انه هتخلص، وهو ممكن لها 500 مليون سنة. 500 مليون سنة، وكل سنة عم تختلف، يعني من سيدنا آدم عليه السلام إلى 128 ألف إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كم سنة الله أعلم. بس أكيد التطورات اللي صارت تطورات محدودة، سواء كان تطورات تكنولوجية، تطورات اجتماعية، تطورات أخلاقية. بس من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 1 هجري إلى 1260 هجري، أول اختراع اللي هو اختراع البرق، برقية اللي هو البرق، برق والبريد والهاتف، فكان أول اختراع. بعدين من 1260 هجري اللي هو يعادل 1844 ميلادي ابتدت كل الاختراعات، الميكروويف، السيارات، الطيارات، الأفران، الآلة البخارية، الآلة مش عارف، الإنترنت، كل الاختراعات. وإلى سنة تقريبا 2000 احنا كان عدد سكاننا 900 ألف. كل هال 500 مليون سنة كان عدد سكاننا 900 ألف. من 2000 مش 2000 1900، من 1900 ابتدينا نوصل لعدد اللي هو 1000 مليون، اللي هو مليار عدد سكان العالم. بعدين كل 10 سنين صرنا نزيد مليار، يعني اللي سويناه ب10 سنين سويناه ب500 مليون. فأنت تريد، أنا أريد، والله يفعل ما يشاء يحكم مريد. أنت تظن تعرف حقيقة، أنا أظن أعرف حقيقة، والحقيقة عند ربنا. نذكر الآيات الكويسة في القرآن الكريم، إن الذين آمنوا وعملوا صالحا فلهم جنات تجري من تحتها أنهار. إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب الصابرين، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المتطهرين. نركز على الآيات الكويسة، مهما كان ديننا مش مهم. أنت تريد، أنا أريد، والله يفعل ما يشاء ويحكم مريد، ولكن الحقيقة عند ربنا، والله يفعل ما يشاء ويحكم مريد. نحترم إرادة ربنا، ما نتكبر على الله. نحب بعض مع اختلاف المذاهب، اختلاف الجنسيات، اختلاف كل شيء. بالأخير احنا واحد، بشر واحد. هنقرأ دعاء لشفاء الناس من جميع الأمراض، وهنقرأ دعاء لترقي أرواح الناس اللي راحوا، أولهم والدي محمد مهدي يوكسن، وكل الناس اللي حيروها قريبا. الله يطول في أعماركم. يا إلهي، هذا عبدك وابن عبدك الذي آمن بك وبآياتك وتوجه إليك منقطعا عن سواك، إنك أنت أرحم الراحمين. أسألك يا غفار الذنوب وستار العيوب بأن تعمل به ما ينبغي لسماء جودك وبحر إفضالك، وتدخله في جواي رحمتك الكبرى التي سبق الأرض والسماء. لا إله إلا أنت الغفور الكريم. يا إلهي، اسمك شفائي، وذكرك دوائي، وقربك رجائي، وحبك مؤنسي، ورحمتك طبيبي ومعيني في الدنيا والآخرة، وإنك أنت المعطي العليم الحكيم. ما شفناكم بالعين بنشوفكم بالقلب، ما شفناكم في الدنيا بنشوفكم في الجنة. أكيد نجاحكم في الدنيا والآخرة هو نجاح لإلي أنا كمان في الدنيا والآخرة. الله يجيبكم كل أنواع الخير والرزق والنجاح والفرح والتوفيق وكل أنواع النعم إلكم ولكل حبايبكم دنيا وآخرة قبل ما يجيبوا إلي. كل شيء، صحيا، نفسيا، أسريا، اجتماعيا، ترفيهيا، وأهم شيء إيمانيا.